الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع حصة جديدة من برنامجكم جزائريون مروا بفلسطين. من علماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الذين كان لهم اهتمام مبكر بالقضية الفلسطينية الشيخ الطيب العقبي، فقد استنكر وعد بلفور الذي كان في 1917 للميلاد الذي يوافق سنة 1936 للهجرة، واستنكر كذلك قرارات مؤتمر سان ريمو الذي كان سنة 1920 للميلاد الذي يوافق سنة 1938 للهجرة، وكتب عدة مقالات نشرها في جريدة الإصلاح وكذلك في جرائد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يدعو إلى نصرة القضية الفلسطينية، ويعتبر ما حل بفلسطين كارثة عظمى، واستنكر كذلك تقسيم فلسطين، بل إنه احتج بشدة عن تلك الهيئة التي كانت منحازة لبريطانيا التي تولت أمر تقسيم فلسطين، فقدم احتجاجا كبيرا لعصبة الأمم، واعتبر بأن القضية الفلسطينية هي قضية كل المسلمين، وبأن نصرتها واجب على كل مسلم بقدر استطاعته. فالشعب الجزائري الذي كان يعاني من الاستخراب الفرنسي الغاشم لم ينس فلسطين، بل إنه في تلك المرحلة الحالكة كان يدعو لإخوانه في فلسطين وقدم مساعدات مالية لإخوانه في فلسطين. كتب الشيخ الطيب العقبي مقالا نشره في جريدة البصائر، وذلك في 13 من شهر أوت من سنة 1937 للميلاد الذي كان يوافق سنة 1956 للهجرة، بعنوان فلسطين لبيك لبيك فلسطين، ما أنت لأهلك وحدك ولكنك للمسلمين جميعا وللعرب جميعا. بين في هذا المقال تاريخ فلسطين الحافل بالبطولات، وبين كذلك خطر الوجود الصهيوني في فلسطين، ودعا إلى وجوب نصرة القضية الفلسطينية، فأكد بأن هذه القضية هي قضية جميع المسلمين وليست قضية الفلسطينيين لوحدهم. ما أنت لأهلك وحدك ولكنك للمسلمين جميعا، فالقضية الفلسطينية هي قضية المسلمين جميعا. وكذلك جاء في جريدة البصائر في هذا العدد سنة 1937 للميلاد في 13 من شهر أوت بأن الشيخ طيب العقبي أقام محاضرات بنادي الترقي في 16 و18 من شهر أوت، تحدث فيه عن القضية الفلسطينية وبوجوب نصرتها بقدر الإمكان. ثم بعد ذلك تأسست لجنة إغاثة فلسطين، أسسها الشيخ طيب العقبي وهو الذي تولى رئاستها. هذه اللجنة كانت تهتم بتقديم المساعدات لإخواننا في فلسطين. ثم بعد ذلك في سنة 1947 للميلاد الذي يوافق سنة 1966 للهجرة أسس لجنة إعانة فلسطين. إذن اللجنة الأولى التي أسسها الشيخ طيب العقبي هي لجنة إغاثة فلسطين، ثم أسس بعد ذلك لجنة أخرى هي لجنة إعانة فلسطين، وكان معه الشيخ محمد الأمين العمودي، كان كاتبا عاما لهذه الجمعية. هذه الجمعية شرعت في جمع التبرعات وإرسالها لإخواننا في فلسطين، وكذلك نجد بأن هذه الجمعية كانت تكتب أسماء المتطوعين الذين يرغبون في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى
في حرب سنة 48 و 900 ألف للميلاد الذي كان يوافق سنة 68 و 300 ألف للهجرة. فشارك العديد من الجزائريين في تلك الحرب وأبلوا بلاء حسنا في جهاد اليهود الصهيونيين الذين عاثوا في أرض فلسطين فسادا. كذلك نجد بأن الشيخ طيب العقبي حينما تأسست هذه اللجنة، لجنة إعانة فلسطين، أسهم بشكل كبير بعد ذلك في تأسيس الهيئة العليا لإعانة فلسطين التي ترأسها الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، وكان الشيخ طيب العقبي عضوا فيها، وكذلك الشيخ إبراهيم بيوض، وكذلك فرحات عباس. هذه اللجنة قامت بتقديم مساعدات لإخواننا في فلسطين، وقد اعترف الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله بالدور الكبير الذي قام به الشيخ طيب العقبي من أجل إنشاء الهيئة العليا لنصرة فلسطين، وأبلى بلاء حسنا في هذا المجال، فكان دائما يناصر القضية الفلسطينية. والشيخ طيب العقبي كان يؤمن بفكرة الحوار مع اليهود، لأنه يوجد من اتهمه بأنه كان يقف مع اليهود الذين كانوا يترددون في نادي الترقي، فهو كان يؤمن بفكرة الحوار مع اليهود والنصارى، وكانت له علاقة وطيدة باليهود الذين كانوا يترددون على نادي الترقي، فمن ذلك الدكتور لوفرالي كما تحدث الشيخ الدكتور أبو القاسم سعد الله في كتاب الجزائر الثقافي. مما يدل على ذلك أنه كان يحضر بعض مناسباتهم، ولكنه لقي انتقادات كبيرة من حزب نجم شمال إفريقيا.